نحن إن شاء الله وافقنا على المناظرة، والمناظرة الآن قائمة وبندي زمن لحامد يتكلم. طيب 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 يلا أسكت يا حامد دقيقة، لا لازم نأخذ ضابط، في ضابطين أسكت يا ناس أسكت الله يهديك، في ضابطين في ضابطين. الضابط الأول الضابط الأول يا ناس نص ساعة نص ساعة حامد يتكلم، ها نص ساعة خلاص أقعد خلاص أقعد يا حامد أقعد الله يهديك أقعد 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 يا زول أقعد أقعد. طيب نص ساعة حامد إن شاء الله ونص ساعة مزمل، والبيحكم الزمن ده بس في ضابطين. الضابط الأول يا ناس سكت الله يهديكم، دارين منكم حاجتين، الحاجة الأولى الناس يستمع بإنصات وما فيز ولا يعلق، لا أبو دقن لا أبو شنب، نحن دارين الحق يتبين شنو للناس، واحد. الضابط الثاني الرجاء الثاني الذي نريده من الناس إنه الناس تسمع بإنصاف، تسمع بإنصاف، يتبين لك الحق، أقبله من الخصم ممن مع ممن هو معك، اقبل الحق لتدخل في قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال الله قبله فبشر عباد. طيب في ضابطين، الضابط الأول ما فزول يتكلم أثناء كلام الأول، يعني مزمل يتكلم حامد ما يتكلم، حامد يتكلم مزمل شنو ما يتكلم، إذا تكلم واحد إذا مزمل بيتكلم حامد يتكلم، إذا حامد ده انجغم في المناظرة وغلب، إذا حامد بيتكلم ومزمل يتكلم أثناء كلام حامد في فرصته، إذا مزمل شنو خزل في هذه المناظرة، ونسأل الله التعويض. والله يا جماعة إذا أنتوا دقيقة يا أخي يا خصبر يا أخي، الزول ده ما بيخلينا أقول كلمة إلا يقاطع، وأنا بسمع له من الجمعة لحد قريب المغرب ما حصل قاطعته، وين الإنصاف وين العدل؟ لأنه عارف أي نقطة إن شاء الله حرد عليه وامسح عليه ومسح بالكتاب والسنة ودي الكتب. وابن باز وابن باز رحمه الله عز وجل قال لما نقل كلام التوراة من اليهود، ابن باز بعد ذاك عقب وقال الكلام ده غير صحيح، حامد ما قرأ التعقيب وتحداه دين الكتاب، جيبوا 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 اديني جيب الكتاب خلاص جيب الكتاب جيب الكتاب، لكن حنقرا من كتابه الماصي ده منه ذات. طيب حيفتحوا لك شيخ احمد. طيب بعد ذاك قام قرا كتاب بتاع السقاف، ده ما كتاب الذهبي ولا ابن تيميه، كتاب السقاف، والسقاف ده صوفي نكره وصوفي، الزول ده الزول ده يكذب، يقول ده يقول قال ابن تيميه قال الالباني قال ابن باز وده كتاب السقاف. يلا طيب شوف الكلام من نفس كتابه ذات الماصي المصوره ده، قال شنو ده كتاب حامد مكتبي ها. طيب قال في صفحه 76 قال وايضا فهذا المعنى عند اهل الكتاب من الكتب الماسوره عن الانبياء كالتوراة، فإن السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. تلقى حامد وقف لحدينا كلام عند تماما، قال وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق ما يوسر عن نبينا بخلاف. أصبر 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 يا كساب. حامد بابكر قال كتاب الإمام الذهبي اللي اختصره الألباني ما له يا جماعة مكذوب، طيب ما مكذوب خليناه معين انتو، ده كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، هل هو مكذوب؟ وأنا ما قاعد أصور الكتب وأجيب أغش، هذه كتب ذاتها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.